طيب في الليكشر اللي فات اخذنا انترودكشن عن التو فيس فلوين بايبس، عرفنا الديفينيشن بتاع التو فيس فلوين بايبس وكيف هو مختلف عن السنجل فيس فلو في ان ذا تيرمز اوف بريشر تمبريتشر اند هاو الفيسز ويل رياكت تو ايتش اذر. المره دي هنتكلم عن الفلو ريجيمز. قلنا واحدة من المين بروبلمز بتاعت التو فيس فلو انه ما عندنا سنجل ديفينيشن لشكل الفلو، انما عندنا ريجيمز يعني ممكن تقول عليها مثلا سيستمز او هاو الديفرنت كومبوننتس بتاعت الفلو والرياكت ويز ايتش اذر. فلو ريجيمز او sometimes هتلقاها referred to as الفلو باترن هي عبارة عن qualitative description لهاو الفيس ديستريبيوشن في الويلبور. عموما في حالة الغاز ليكويد upward flow يعني زي جينا رسمناه هنا، زي عندنا ويلبور راح يكون شكلها كده، الفلو جاي من الريزرفوار طالع للسيرفيس للويل هيد فشكل الفلو عندنا له فور ريجيمز ان جنرال كلها ديبند على الغاز فيلوسيتي. برضو شيء مفروض تلاحظ له هنا انه نسبة لانه ده upward flow against the gravity برضو هيكون في effect ليه هاو الجرافيتي والافكت شكل الفلو. نمسكها من تحت او من اقل غاز فيلوسيتي، هنبدأ ببابلي بعد ذاك سلج وتشيرن وانيولر. بالنسبه للتشيرن والسلج هما نوعا ما قريبات لبعض، حتى المرات تلقاهم انه ريفير تو از انترميتنت فلو. بالنسبه للانيولر انيولر فلو sometimes برضو هتلقاه referred to as annular mist flow due to that انه الافكت بتاع انه الانيولر فلو بيكون عندنا ده شكل الليكويد بيكون عامل زي فيلم around the continuous gas في الميدل، لكن still الغاز الجاي طالع ده بيكون برضو شايل معه small droplets بتاعت liquids. السمول دروبليتس بتاعت الليكويد دي برضه ستيل هي كاونتس از ميست، او ممكن تقول عليها مثلا سمول بابلز، لكن بابل عكسيه للبابل للمين بابل فلو المذكور هنا. لاحظ انه في البدايه بيكون عندنا bubbles small bubbles بتاعت غاز بتكون متصاعدة، يعني دي هنا مثلا small bubbles بتاعت غاز، لكن بعد ذاك هنلقى انه ال small bubbles دي بتقوم تتلمع على بعض وتكون حاجة اشبه ب continuous bubble او large bubble، هنا بنسميها slug او لما نجي للهوريزونتال فلو هتلقى انه refer to it as plug لانها فعليا بتعمل plugging للفلو. بعد ذاك churn هي من صفيحة اللي هي undeformed او deformed bubbles، يعني bubbles لكن بشكل متعرج او بشكل deformed، نسبة لانه اللي بيحصل انه بتتكسر اللونج بابلز دي الفلو بيبقى في شكل بتاع تشيرني ديو تو الافكت بتاع الشير ستريس. طيب اخر حاجة مع الهاي جاز ريت يعني هنا ممكن اذا خدتنا جراف
نوصف باو شكل الفلو، ممكن يكون بحيث انه في البداية عندنا small gas rates، بعد ذاك الجاز ريت بيزيد بيتحول شكل الفلو لسلج، تاني الجاز ريت بيزيد، وآخر حاجة يعني هنا البابل، بعد ذاك السلج، بعد ذاك الجيرن، وآخر حاجة هي الانيولر فلو. في حالة الانيولر فلو معظم الفلو بيكون في شكل جاز فيس، لكن ما عدا بيكون في الانيولس بيكون في ليكويد موفينج وذ الجاز. نشوف الفيديو تاني. تلاحظ انه في الاطراف هنا ده كل الليكويد، لكن الدوميننت فيس هو الجاز فيس. بالنسبة للبابل فلو من الاسم انه هو الغاز بيكون forming bubble shapes due to low gas flow rate. بعد ذاك بتكون دايما الشكل بتاعه هو في شكل سفير او اقرب للكمبليت سفير، يعني هي اكبر من انها تكون droplets مثلا، واصغر من انها تكون سلج كاملة. فهي دايما السايز بتاعها على الرغم انه هو فاري، لكن هي نيرلي بتكون في شكل سفير. البابلز الترافلينج بتاعها بتكون دايما في كومبلكس موشن. اذا تذكروا كان اتكلمنا عن الكوكرنت and counter current، اللي هما انه الموفمنت ما هي دايما بتاخد اتجاه واحد، انما mainly بتعتمد على المحصلة او terminal viscosity بتاعت البابل في حد ذاته. برضه بتتحرك بالاسلوب بتاع الإزاحة، وبأنها بتمتزج في بعض، بتكون integrated together، حتى بعد ذاك الموفمنت بتاعتها بتكون في شكل uniform size. طيب في situations إنه البابلز دي بتكون أغلبها mainly at البايب centers، ده الجنرال، بحيث إنها لو رجعنا هنا تلاحظ لأنها هي دائما هتكون متجمعة في البايب سنتر. لكن في سيتويشنز تانية إنها ممكن تجنح لناحية البايب وول، في الحالة دي الفلو ممكن نصنف على أساس إنه هو ممكن أقول عليه إنه وول بيكينج أو كور بيكينج. ديل الاثنين مرات بيكونوا عبارة عن sub patterns من البابلي فلو، اللي هي depend على اللوكيشن بتاع البابلز، هل هي في السنتر بتاع الوول ولا هي في السنتر بتاع البايب ولا هي في around الوول. طيب بالنسبة للسلك فلو، سلك فلو اول ما تزيد الفلو ريت بتاع الغاز بتقوم البابلز tend to انها to form to انها together، بعد ذاك تقوم تفورم البيج سلجز دي، بحيث انه الجاز فلو بعد ما حيكون في شكل continuous bubbles، نو حيكون في شكل سلجز متقطعة جاية مرة، اللي هي دي لو تلاحظ ليه حيكون فيها شكل البريشر دروب، حيكون عامل كده انه في حالة السلج هاي بريشر، ما في سلج لو بريشر
وهكذا، اللي هي هنا انه هنا هاي بريشر لو بريشر وهكذا. الشكل بتاع البابلز دي او شكل السلاجز دي بيكون دايما في شكل البوليت شيب، والدايمتر بتاعها بيكون هو approximately السيم دايمتر بتاع البايب، ودايما تلقاها اسمها تايلور بابلز او in general as slugs. السلاجز دي بتكون separated من بعض ب slugs of liquid. هي لو رجعتها هنا هتلقى انه دي slug of gas، دي ممكن نقول عليها برضه هنا هي مع بعض slug of liquid. or sometimes بيكون انه عندك liquid phase لكن فيه small bubbles بتاعت gas. تايلر بابلز بتكون دائما surrounded by thin liquid film between السلقة والتانية وما بين البايب ما بين البايب تيوب. الليكويد فيلم ده ممكن to cause downward flow due to gravity. فكده اللي تكلمنا عنها قبل، نسبة لأنه الدنسيتي بتاعة الليكويد هتكون أعلى، فحيكون form tend to انه move downward as long as انه السلج التايلر سلج دي او التايلر البابلز هي ماشية للابورد، فالفيلم ده حيكون tend to انه to move downward. طيب بالنسبة للشيرن قلنا مع الانكريز في الجاز فلوريد فالسلجز حيقوم يحصل لها deformation، اللي هي انه السلاكس هتكون الشكل بتاعها هيتشوه، تبقى ماشية في شكل صفائح، هو نوعا ما قريب من السلاك فلو، لكن الديفورميشن اللي بيحصل للسلاك ده هو المين فاكتور هنا، بلس انه نوعا ما الهاي سبيد بتاعة الغاز بتخلي انه a lot of gas moving and a lot of والليكويد فيلوسيتي هتكون اقل من السلاج فلو. المين بوينت هنا هو الديستورشن الحاصل للسلاج. البلاك ان تشيرن فلو هما الاثنين شو لارج فانكشنال ان الفويد فراكشن اند بريشر دروب، وقلنا الاثنين هما together حنصنفهم على اساس انه هما intermittent flow. ديل حنجي بعد ذاك لما نجي للكالكوليشن بتاعت او الباراميترز المتعلقة بالفلو ريجيمز نشوف انه كيف الفويد فراكشن may vary due to change بتاع من جيرن لبلغ، وهشوف كيف هنحسب البريشر دروب باستخدام المابس. لحد هسه ما في مين ماثيماتيكال ايكويشن مثلا تو اندرستاند او تو ديستينجويش الفلو ريجيمز من بعض، لكن في مابس مرسومه بيست على الاكسبيرمنتال ستاديز. المابس دي هي كعلاقه ما بين البريشر و الهوريزونتال ديستانس او الفيرتيكال ديستانس مع بعض، بتوزع مثلا السلجز الفلوري جيمز انه مثلا ممكن يكون هنا سلجز، ممكن يكون هنا بابلز، ممكن يكون هنا انيولار مثلا، ده از اكزامبل هنجيها ان ديتيلز. بالنسبه للانيولار فلو قلنا لما الغاز فيلوسيتي تبقى بعد ذاك فيري هاي هنلقى انه الغاز هيقوم يعمل بوشنج لكل الليكويد لانه يكون tend to create a film. هنا كأنه عندنا single slug، يعني instead of انه small slugs مكونة من gas وبعد ذاك فيها liquid film، لا المرة دي هي single slug moving from the bottom to the top والليكويد
هو في شكل فيلم في في الانيروس، وبيكون ترافلينج كده. لكن زي ما قبل قلنا الحتة بتاعت الميستي، انه صحيح الغاز هو الدوميننت فيس وهو الموفينج، لكن ستيل بيكون في ميست او سمول دروبليتس بتاعت غاز to be carried out as with the dominant phase. طيب لكن في حالة لما نكون عندنا heat transfer system اللي هي مثلا في حالة الرياكترز أو في الheat exchangers، لما الوالز بتكون دائما very hot لدرجة إنها ما بتخلي liquid film to be created. في الحالة دي إنه الـ annular flow دائما بيكون كله أشبه بالمست flow، بحيث إنه بيكون كل الفلو في شكل drops، وما عندنا أي flow في الـ annular. الانترتشينج بيحصل للليكويدز من الفيلم والدروبس، ده برضه هو سبب تاني للامبيجويتي الحاصله ما بين الانيولار فلو، او لمرات لدرجه انه مرات ممكن تسمى ميست فلو، لانه ما فولي اندرستاندبل، لانه هاو الفلو اكشولي هابينج، وانه هل الدروبلتس بتاعت الميست دي ده قلنا ده الكونتينيوز غاز فيس، انه وين الكونتريبيوشن بيحصل، يعني هل الدروبليتس بتاعت المست بتمشي الليكويد مثلا، ولا الغاز مع سرعته العالية هو بيشيل جزء من الليكويد فلو وبيعمل بحيث انه يكون كله ماري از مست. لو رجعتوا للليتريتشر الكتاب بتاع هولاند تلقوا انه متكلم كتير عن النقطة دي. طيب كخلاصة عن كل البوينتس اللي فاتت دي، نوتس توضح لنا الأهمية بتاعت الايدنتيفيكيشن بتاع الملتي فيس الفلو باترنز للتو فيس فلو. طيب بوينت 1 انه it's important because نهائي ما حيكون في single model that could accurately describe the flow. يعني as long as إنه we have more than one single phase through tubing أو through the flow path، دائما حيكون عندنا مشكلة بتاعت إنه how to identify الفلو. بوينت 2 انه فور اكزامبل مثلا في حالة ال بيكون محتاجين هاي ماس ترانسفير، وبيكون في شغل بتاع ادسوربشن مثلا، ادسوربشن في حالة ادسوربشن ورياكشن، دي في حالة الكيميكال رياكترز هتلاقيكم اكتر من الشغل بتاع البتروليوم. لكن مثلا اذا قمنا ضمننا انه الفيس دايما هو في شكل بابلي، فحنلقى انه في حالة البابل فلو لو تلاحظ انه هو اكتر فيس حيكون فيه انتراكشن between the two faces together. يعني كأنه هتلاحظ انه البابلز هتعمل بروبوجيشن للليكويد فيس، البابلز بتاعت الغاز دي هتعمل propagation للليكويد فيس، وحيكون الانترفيشال اريا بتوين الغاز والليكويد او بتوين فيس 1 وفيس 2 هتكون هي the largest as possible. فدي بتدينا indicator انه في حالة انه محتاجين high mass transfer او عندنا absorption وreaction، فالbubbly flow هو الموست suitable بالنسبة للسيناريو ده. الانترميتنت فلو اللي هو البلاج او السلاج ممكن يسبب فايبريشن دامج. ده تذكروا الكيرف ده اللي قلنا ده شكل البريشر بيكون في حالة الانترميتنت
الانترميتنت فلو في حالة البلج او في حالة السلك. المين ريزون هو الفاريشن بتاع البريشر ديو تو انه يعني مرة بيجينا ليكويد مرة بيجينا غاز، مرة ليكويد مرة غاز وهكذا. الفاريشن ده يمكن يعمل فايبريشن دامج ديو تو الهاي ديفرنسز بتاعت البريشر، بالذات في حالة الفيتنجز. دايما الفيتنج بتكون متأثرة أكتر بالتأثير ده، لأنه الفيتنجز دايما هي بتكون الويكست بوينت، لأن بيكون فيها مثلا لحام من جوينت لجوينت لجوينت تانية، فالحتة دي هتكون ويك، و البريشر فاريشن ممكن يكون ايشو، ممكن يكون ايشو فيها. الانترميتنت فلو عموما، الانترميتنت فلو المين بوينت بتاعته او اهميته الاساسيه دائما في حاله السبريشن. اذا عايزين نعمل سبريشن للتو فيسز من بعض، يعني الديزاين بتاع الاويل اند جاز سيبريتر هو مينلي البوينت بتاعته انه يكون عندنا التو فيسز، ما بيكونوا مثلا زي في حالة البلاك فلو، في حالة البابل فلو سوري، البابل فلو بيكون الغاز بيكون بروبيكيتنج الليكويد، فهنا السيبريشن بتاع الغاز من الليكويد نوعا ما بيكون فيري هارد، على عكس في حالة الانترميتنت فلو، لانه هما التو فيسز كل واحد فيهم جاي بالبروبراتيز بتاعته براو، وفيزيكالي منفصلين من بعض، فايزي لما نيجي ندخلهم في برودكشن سيبريتر انه الليكويد ينزل تحت والغاز يتصاعد ديو تو الايفكت بتاع الجرافيتي، لانه هما اوريدي سيبريتد ديو تو الايفكت بتاع الفلو ريجيم بتاعهم. البوينت دي طوالي هي نفس البوينت الفاتت بتاع الفايبريشن دامج، انه المين ديزاين بتاع البرودكشن سيبريترز لازم ناخد فيه اعتبار انه السلك فلو او الانترميتنت فلو ان جنرال، لانه السدن تشينجز في البريشر، يعني فور اكزامبل انه اذا كان عندنا اول ليكويد في بيريود فجأة قام الفلو يتغير بيه ليه all gas due to high pressure slug، فدي ممكن تعمل مشكلة، ممكن تخلي السبريتر to fail down. عشان كده الحاجة دي انتم ما عندكم، او ما متأكد اذا عندكم ولا لا، لكن الديزاين عموما بتاع البرودكشن سبريتر بيكون ديمند على two important factor. الفاكتور الاول هو اسمه الغاز capacity constraint، والفاكتور الثاني اسمه الليكويد كاباسيتي كونسترين. السلكشن بتاع البرودكشن سيبريتر مينلي بيعتمد على التو فاكتورز ده. طيب نيجي نشوف الفلو ريجيمز في حالة الهوريزونتال بايب، بنفس الفهم بتاع الفيرتيكال بايبس، بس ما عدا اختلافات بسيطة هنا. مبدئيا هنا الافكت بتاع الجرافيتي بيكون واضح تماما ديو تو انه الدنسيتي طوالي هتقوم توزع الفلو، بحيث انه الهاي دنسيتي هيكون في اللور بارت واللو دنسيتي هيكون في الابر بارت. فنبداها من اللو جاز ريد، يعني لقاها من بوبلي، نفس الفهم بتاع قبل. بعد شوية هيكون عندنا بلوكس بتاعت غاز، بعد ذاك ستراتيفايد اللي هو انه الغاز السنجل فيس الاول والسنجل فيس الثاني، او الغاز والليكويد كل واحد فيهم ماشي في the same direction. بعد ذاك مع زيادة الفلوريد بتاع الغاز بتقوم تحصل ويفز. الويفز دي تديك انديكيتر كأنه بقت كمية الغاز بقت أكتر من الليكويد، فبيحصل خلل في الانترفيشيال تنشن بين
الغاز والليكويد مما بيخلق الويف دي. بعد ده بتزيد السرعة بتاعت الغاز أكتر، فبتتكون بعد ده عندنا سلاجز، ويبقى الفلو نوعا ما مقطوع. بعده الانيونر، الغاز بيبقى هو الدوميننت فيس. بعد ذاك الليكويد بيكون في شكل ميست او في شكل فيلم في الاطراف. واخر حاجه الانيولر ميست فلو، هو قلنا انه بيكون عندنا سمول فيلم بتاع ليكويد، لكن في نفس الوقت بيكون في ميست كاريد اوت ويز الجاز فيس. حتى هنا لاحظ انه الافكت بتاع الجراويتي واضح، لدرجة انه هنا ما عندنا ليكويد فيلم في الابر بارت اوف البايب، الليكويد فيلم كله قاعد في اللور بارت. البابل فلو قلنا انه الجاز بابلز كلها بيحصل لها ديسبيرست، وتكون دائما في الابر بارت من البايب زي تلاحظ لها. عندك كل ما زاد الغاز فلوريد، كل ما الغاز بعد هيبدا يتغلب على الشير فورسز اللي هي بتكون دائما هي الدومينات. البابلي فلو دائما بيحصل في حالة الهاي ماس فلوريد، يعني مش مجرد انه يكون هاي يعني مش هاي فيلوسيتي بس، لا لازم يكون برضه هاي ماس. بالنسبة للاستراتيفايد المين بوينت هنا هي اللو ليكويد. اللو ليكويد جاز فيلوسيتي هي اللي بتدي التوزيع نوعا ما بيكون هوموجينيس، بحيث انه الغاز ياخد سبيس والليكويد ياخد سبيس من غير ما يكون في اي واحد فيهم دوميننت للتاني، بحيث انه هما الاثنين يكونوا كومبليت سيبريشن بيناتهم الاثنين. بالنسبه للستراتيفايد ويفي مع زياده الغاز فلوريد، بعد ذاك هيقدر الغاز يتغلب او دي بتزيد الانتريشيال شيل ستريس، وتبقى انها هي sufficient to generate waves. قبل اذا تتذكروا في حالة النورمال استراتيفايد اتكلمنا عن انه بيكون ما في الدومينانت فيس والاثنين بيكونوا نوعا ما totally separated، لكن هنا بتزيد الكمية بتاعت الغاز الماس فلوريد بتاع الغاز، وبعد ده بيبقى عنده امكانية انه يعمل انترتيننج للليكويد سيرفيس اللي هو دي الافكت بتاع الانتريشيال شير ستريس. الجنريشن بتاع الويفز ده بيخلي الفلو اشبه بشكل التيربلانس في حالة السنجل فلو ريجيم، لكن هنا التيربلانس الناتجة بتكون ناتجة عن الموفمنت بتاعة الغاز في السيرفيس بتاعة الليكويد. الانترميتد فلو بنفس الفهم اللي هناك، انه السلاج والبلاج والانيورالز السوري السلاج والبلاج بس بنصنفها على اساس انها انترميتد فلو. نشوفهم ان ديتيلز لكل واحد برا. في حالة البلاج فلو لو تلاحظوا انه هو ما موجود في الهورز في الفيرتيكال، انما موجود اونلي في الهورزنتال. طيب هنا البلاك فلو بيحصل ديو تو انه الليكويد فيس بيكون كونتينيوس، لكن الكونتينيوتي بتاعته دي كلها بتكون في البوتوم بتاع البايب. الغاز بيكون مالي جزء الفوق، وهي المرحلة الثانية ما بعد الويف ستراتيفايد، فبيقوم بيخلق حاجة أشبه بإنه تقلبات بتاعت الليكويد
بتقوم تخلق حاجة أشبه بين بالبلوكس، أو كأنه مع الزمن هتلقى إنه الغاز عامل زي باريرز around the liquid. البلوك فلو sometimes referred to as elongated bubble flow، بحيث إنها هي ما نورمال بابل فلو، بحيث انه بيكون البابلز كلها كونتينوس في فلو واحد، لكن لا، هي عبارة عن لارج بابلز وتكون دومينيتين للابر بارتس من البايب. طيب بالنسبة للسلاك فلو في حالة الهاي غاز فيلوسيتيز، انه بعد ده بيبقى شكل الفلو نوعا ما الليكويد بتتحول لشكل سلوكس، بتكون سمولر في السايز بتاعه، لانه الغاز بيجي ماشي على اساس انه يبقى هو الدوميننت فيس، والليكويد سلوكس دي هتكون هي سيبريتين الالونجيتد بابلز، وبرضو ممكن نوصفها على اساس انها لارج امبليتود ويفز، اللي هو بنفس الفهم بتاع الستراتيفايد ويف، بس انستيد اوف انه الكونتينيوس ويفز، هنا الويفز بتكون متقطعة، اللي هي هنس التسمية بتاعت سلاجز. بالنسبة للانيولار فلو في حالة اللارجر غاز فلوريد، الغاز بيكون هو الدوميننت فيس، بيكون هو ماسك الجزء في النص من البايب، بعد ذلك الليكويد تن تو فورم الانيولر فيلم ده around الغاز. الانترفيشيال بتوين الليكويد انيولس والفيبر كور دائما بيكون distributed by small amplitude waves and droplets may be dispersed in الغاز كور، يعني انه الاريا دي بالضبط، وهنا برضو بتكون في حالة movement كثيرة لدرجة انه تتكون waves، وبعد ذاك بيكون الwaves دي بيكون في interaction بيناتها وبين الغاز phase، بتخلق نوع ما small bubbles. ده الطوال اللي بيقودنا بعده ليه الانيولر mist flow، اللي هي انه الانتراكشن ده بيقوم بيخلي في a lot of mist او a lot of changes in the annular film، بحيث انه بيقلل السايز بتاع الانيولر فيلم. في حالة ال high gas fraction top tube الفيلم بتاعه بيحصل له thinning due to the effect اللي اتكلمنا عنه قبل شوية ده، و normally بيكون dried out، ولحد ما يدينا الافكت بتاع الميست فلو، بحيث انه كل الفلو بعد ده الدراينج اوت الحاصل للانيولر فيلم يتحول لسمول بابلز انسايد الكونتينيوس غاز فيس. في الجزء الثاني من الليكشر دي هنتكلم عن some definitions لل two phase flow parameters. أول parameter عندنا هو total mass flow، أو رمزه هو m dot. total mass flow دائما مهم في حالة إنه عندنا الماس بيحصل لها transferring between الفيسز. في حالة مثلا إذا عندنا boiling، يعني الووتر مثلا في حالة البويلينج، هتلقاها إنها هتتحول من الطور بتاع H2O للطور بتاع H2O، لكن في الحالة الغازية فكأنه في mass transfer حاصل ما بين phase to another phase. أو مثلا برضو في حالة الكوندنسيشن، اللي هي دي دائما في الغاز ريزرفورز، إنه due to effect بتاع البريشر الفيس فلو دياجرام، بتلقى انه مع التغير بتاع البريشر تلقى انه ممكن الغاز يحصل له ريتروغريدنج، و instead of انه
يتحرر توتالي من الغاز بيقوم بيحصل له كوندنسيشن. او نفس الاكزامبل ده برضه ممكن بتاع الووتر بنفس الفهم، انه اذا حصل تغيير في تمبريتشر ممكن الووتر يحصل لها كوندنسيشن وتجي راجعة تاني للليكويد الليكويد فيز. فمن هنا التوتال ماس فلو هو عبارة عن الغاز فلو بلس الليكويد الليكويد فلو، او الماس فلو ريت بتاع الغاز بلس الماس فلو ريت بتاع الليكويد. طوالي دي ممكن تدينا لبارامتر تاني اللي هو الكواليتي اكس جي، دي اذا تذكروا من الثيرموداينامك كان عندكم حاجة قريبة من دي. الاكس جي او الكواليتي هي فراكشن بتدينا انديكيشن ل كمية الغاز الموجودة، اللي هو بيساوي الماس فلوريد بتاع الغاز على التوتال ماس فلوريد دي. لو جيت رجعتها هتلاقي هنا هي ام دوت. بعد ذاك عندنا الفلكس. الماس فلكس هو النسبة بتاعت الماس فلوريد على الكروس سكشنال اريا. اس هنا هي الكروس سكشنال اريا. فالتوتال ماس فلكس هو الغاز بلس الليكويد على الكروس سكشنال اريا. من هنا ممكن نجيب انه الماس فلكس بتاع الغاز والماس فلو ريت بتاع الغاز على الكروس سكشنال اريا، برضو الماس فلكس بتاع الليكويد هو الماس فلكس بتاع الليكويد هو الماس فلو ريت بتاع الليكويد على الكروس سكشنال اريا. في مصطلح تاني واللي هو مهم جدا اللي هو سوبرفيشال فيلوسيتي هي اشبه ب ريلاتيف فيلوسيتي، هي كأنه إذا افترضنا إنه الفلو هو كله غاز فشكل الفلوسيتي حيكون كيف، إذا افترضنا إنه الفلو هو كله ليكويد شكل الفلو حيكون كيف. السوبرفيشال فيلوسيتي بتاعت الغاز بيساوي الماس فلوكس مضروبة في الكواليتي على الدنسيتي بتاعت الغاز. السوبرفيشال فيلوسيتي بتاعت الليكويد بيساوي الماس كواليتي الماس فلوكس في واحد ناقص اكس جي على الدنسيتي بتاعت الليكويد. طيب كمور اكسبلانيشن السوبرفيشال فيلوسيتي، هنا اذا افترضنا انه كل الفلو هو فيس، يعني اذا كان كل الفلو هو غاز او كل الفلو هو ليكويد، او ان انذر تيرم انه الانتاير اريا بتاعت البايب هي available for the flow، فممكن superficial velocity بتاعت الليكويد تساوي QL على A اللي هي الفلو ريت، و الفلو ريت بتاع الليكويد على الكروس سكشنال اريا بتاع البايب، وبرضه بالنسبة للغاز الفلو ريت بتاع الغاز على الكروس سكشنال اريا بتاعت الليكويد. طيب بالنسبة لل actual velocity، الاكشوال فيلوسيتي هنا الفهم بيكون انه الاريا ما بتكون هي التوتال اريا، كانه كل فيس بيكون فلوينج او مسموح له انه فلوينج في البريزنس اريا بتاعه، بحيث انه اذا كان غاز يكون في الاريا بتاعت الغاز والليكويد يكون في الاريا بتاعت الليكويد. هنا بعد القانون بيتغير من انه الليكويد هتكون على الاريا بتاعت الليكويد، الغاز على الاريا بتاع الغاز، ما زي هنا لو تلاحظ لا ان هي دي التوتال اريا. بعد ذاك في الميكشر فيلوسيتي اللي هي الكومبايند فيلوسيتي للتو فيسز مع بعض، هتكون هي الفلوريت بتاع الليكويد بلس الفلوريت بتاع الغاز مقسومة على الكروس سكشنال اريا، اللي هي لو جيت هنا حسبتها هتلقى هنا السوبرفيشال فيلوسيتي بتاعت الليكويد بلس السوبرفيشال فيلوسيتي بتاعت الغاز، هتقسم هنا QL على AB QG على AB، دي هتدينا السوبرفيشال فيلوسيتي كل واحدة فيهم برا. البويد فراكشن ديفايند على انه هو الفراكشن من الكروس سكشنال اريا اللي بيكون اوكيبايد باي الغاز فيس.
من المصطلح تمام بعد ده ممكن تعرف الامبورتنس بتاع الفويد فراكشن، لانه كون انه نعرف حجم الاريا المليانه بالغاز، فبعد ده ممكن طوالي مبدئيا يورينا الكاركترايزيشن بتاع التو فيس فلو شكله عامل كيف. برضو هو امبورتنت باراميتر في انه عشان نحسب منه التو فيس دنسيتي والتو فيس التو فيس فيسكوسيتي، لان الغاز والليكويد كل واحد براو مع بعض، الدنس فرق الدنسيتي والفيسكوسيتي الاثنين كبير كبير جدا بيناتهم. اخر حاجه اللي هو برضو very important to calculate the relative average velocity للتو فيسز. برضو هنجي لقدام هنتكلم عن الفلو باترن ماب، اشوف انه كيف الفويد فراكشن هو الفندمنتال فاكتور في الكالكوليشن بتاع الفلو باترن ترانزيشن، وبرضو الهيت ترانسفير والبريشر دروب. عشان نحسب الفويد فراكشن نبدأ بالفيز فيلوسيتيز. فتكلمنا عن انه الفويد فراكشن هو النسبة من الاريا المليانة بالغاز، فعلى اساس الكلام ده ممكن نكتب الفيز فيلوسيتيز اللي هي الفيلوسيتي بتاعت الليكويد والفيلوسيتي بتاعت الغاز من السوبرفيشال فيلوسيتي والفويد فراكشن، مع سنة تبقى ميو ال بتساوي ميو ال اس اللي هي السوبرفيشال فيلوسيتي على واحد ماينس الفويد فراكشن، والفيلوسيتي بتاعت الغاز هتكون هي السوبرفيشال فيلوسيتي بتاعت الغاز على الفويد فراكشن اي ابسلون جي. بعد ذلك ممكن نعمل انكوربريشن للتو ايكويشنز دي، نقوم ندخل قيمة الميو ال اس والميو جي اس اللي هنجيبها من هنا ديل، نعوضهم بدلا من ديل منهم، ممكن في النهاية نطلع ب equation عامة ل الفويد فراكشن اللي بيساوي واحد على واحد بلس يو ار واحد ماينس اكس جي فرو جي على اكس جي فرو ال. رو يو ار هو اختصار للنسبة بتاعت يو جي على يو ال اللي هي شورتلي معروفة بالسليب فلوسيتي سليب فلوسيتي ريشيو. كل ما كانت الغاز فلوسيتي عالية كل ما كان السليب فلوسيتي عالية، والعكس صحيح. في حالة انه كان عندنا هوموجينيوس فلو اللي هي في حالة انه كان السرعة بتاعت الاويل الليكويد هي نفسها السرعة بتاعت الغاز، قيمة يو ار 1 الايشو دي بتخلي انه المعادلة بتاعت الفويد فراكشن تبقى واحد على واحد بلس واحد ماينس اكس جي في رو جي على اكس جي في فرو ال اللي هي هوموجينيوس فلو. هتلاقي انه بعدها الفويد فراكشن قيمته هتبقى الفويد فراكشن في حالة الهوموجينيوس فلو. كشغل براكتيكال حاولوا تجيبوا المعادلة دي، حاولوا اثبتوا المعادلة دي وراكم، هي سيمبل ما صعبة يعني، ما فيها هنا بس هتشيل معادلات الليكويد السوبرفيشال فيلوسيتيز تعوضها هنا، بعدها ساوي الحدود المتساوية مع بعض واطلع بقيمة الفويد فراكشن.